مدينه النجف قضيتنا واحده واهدافنا ومواقفنا واحده، ومن هذا المكان الذي تعطر بدماء الشهداء ساحه التحرير ساحه الايفاء نؤيد ونساند ثوار النجف وجميع محافظاتنا المنتفضه، ونشد على اياديهم ومن بغداد للنجف للناصريه للبصره للكربلاء للحله لدياله قضيتنا واحده ان شاء الله. عاش العراق عاش العراق. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بقناة الرافدين حتى نسمع آراءكم، نسمع تعليقاتكم، نسمع رسائلكم، نسمع اللي تردون تقولوه بخصوص الوضع داخل العراق وما يخص الشعب العراقي وخصوصا حقوق الناس. أي شخص يحب يتصل بالبرنامج هذا الرقم اللي تشوفوه، هذا رقم البرنامج تقدرون تتصلون به. عندنا أيضا أرقام أخرى مخصصة إلى داخل وإلى خارج العراق تقدرون تتصلون بها. أما الرقم اللي ظهر أسفل الشاشة حاليا هذا البرنامج، عفوا هذا رقم برنامج الواتساب مخصص إلى رسائل الواتساب. أتمنى أن تكون رسائلكم متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها للسادة المشاهدين في الدقائق الأخيرة من حلقة اليوم، ونعرف الرسائل اللي وجهتوها للناس واللي وجهتوها إلى برنامج صوتكم. أما التنويه الصغير أنه هذا رقم الواتساب ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال، أعذرونا وسامحونا إذا ما استقبلنا أي اتصال. الأرقام ذني الثلاثة هن مخصصة إلى الدول العربية وباقي دول العالم وأيضا من داخل العراق. السؤال اللي انطرحه اليوم اللي هو حقوق الناس ليش بعدها منتهكة بالعراق؟ يعني اليوم مصطفى الكاظمي المفروض صار له تقريبا شهر بالحكم، شنو اللي صار؟ شنو اللي تغير؟ شنو اللي قدمه للشعب؟ شنو اللي نفذه من وعوده لما صعد على منصة البرلمان وقال أنا راح أسوي وراح أسوي، وأهم شيء حقوق الناس وأهم شيء أوفر للناس وأحاكم اللي قتلوا الناس وأحاسب الناس، شنو اللي صار من أدهن؟ ليش المعتقلين إلى اليوم ما حد حكى بيهم بالنسبة إلى السياسيين؟ ليش ما سمعنا تصريح سياسي حكى أو تصريح إلى رجل في السياسة حكى قال حقوق الناس بالسجون العراقية؟ ليش ما سمعنا رجل طلع وقال المغيبين وينهم؟ ليش ما سمعنا برلماني أو وزير أو رئيس وزراء خصوصا وزير العدل أو وزير الداخلية أو وزير يعني مستشار إلى رئيس الوزراء بشؤون المحافظات شؤون الشعب، ليش ما سمعنا بهم واحد طلع وقال حقوق الناس وينها؟ المي الصالح للشرب ليش ما وصل إلى كافة العراق بشكل تام؟ الملوحة اللي دا تصعد بالبصرة وعلى تطغى على أراضي البصرة وشط العرب ليش ما حد عالجها لليوم؟ احنا كل حكومة تجي نسمع وعود، كل حكومة تشكل من 2003 لليوم أخذوهم بالسرة وراجعوا الخطابات اللي حكوها على التلفزيون وسمعوهم، كلهم نطوا وعود رنانة وكل واحد دق على صدره وقال آني زين. أكو بيهم واحد نفذ وعد؟ نرجع بيهم بالعكس، عادل عبد المهدي قال أهم شيء الإصلاح وتوظيف، شنو اللي صار بوقته؟ نرجع لورا حيدر العبادي اللي لما كان وزير مواصلات مدري اتصالات قال أريد أسوي النقل عمودي، شنو اللي صار بوقته؟ قبل حيدر العبادي نور المالكي، قبل نور المالكي الجعفري، قبل أياد علاوي، كل واحد إجا حكم شنفذ وعد للشعب العراقي؟ وفر وظائف، وفر مي صالح للشرب، وفر كهرباء مثل ما قال حسين الشهرستاني انه احنا خلال فترة قصيرة من الزمن راح تكون الكهرباء بالعراق 24/24 والطاقة الكهربائية العراقية يوميا تنقطع على الناس واحنا في فصل الصيف الحار واكو ناس تقدر تسحب من مولدة واكو ناس ما تقدر، واكو هوايه من الشعب العراقي ساحب عدد قليل من الامبيرات اللي ما يقدر يشغل بيها بانكه مو يفتح مكيف او سبلت. فاحنا السؤال اللي يطلع بالنجف اليوم اكو بلاوي، قتل متظاهرين، حرق خيام،
اعتقال، كربلة، ترحون، يعني بأي محافظة أكو قمع بالنجف، أكو قطع طرق رئيسية بالنجف من المتظاهرين، أكو تعذيب ثوار، مقاطع يعني طلعت على شاشة التلفزيون وطلعت على قناة الرافدين، متظاهر يقول اللي يشرح اللي صار لما محافظة النجف وآثار التعذيب موجودة على جسمه، أكو استمرار لقمع المتظاهرين بنفس الصورة اللي صارت بزمن المالكي وبزمن علاوي وبزمن حيدر العبادي وبزمن عادل عبد المهدي، تصير بزمن مصطفى الكاظمي اللي كل الناس سمته رجل المرحلة، مو شعب، أنا أقصد السياسيين، جميع السياسيين طلعوا قالوا مصطفى الكاظمي عليه أن يكون رجل المرحلة، هو شخص إذا ما متلطخ بالدم وشخص يعني بريء من الدم وشخص عنده الشعب العراقي أهم شيء. شنو اللي صار من هاي الأشياء؟ إضافة إلى ذلك أكو بساحة التحرير يعني الناس ده تتضامن ويا أهل النجف، ده يطلعون باعتصامات وما زالت الاعتصامات موجودة بالديوانية بمحافظة القادسية، أكو تصعيد سلمي من ضمن ثورة تشرين، إغلاق طريق رابط بين محافظتين المثنى والقادسية، وقضاء الحمزة أيضا يعني قطعوا طريق الرابط ما بين المثنى والديوانية. بكربلة مثل ما قلنا أكو يعني تظاهرة حاشدة من المتظاهرين طالبوا خلالها بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين ومحاسبتهم. عندنا بذيقار بمدينة الناصرية وتحديدا في قضاء الرفاعي أكو تظاهرة تضامنا مع متظاهرين النجف واللي صار في أهالي النجف. بابل مركزها الحلة أيضا طلعوا بتظاهرة، وأكو أخبار تقول أنه الأحزاب الحاكمة والميليشيات يجهزون العدة حتى يبيدون الثورة وينهون الثورة ويؤدون الثورة في محافظة بابل، لكن كان التصدي الشعبي العراقي أو لأهالي بابل واقفا يعني وقفة صمود نفس وقفة أهالي العراق بثورتهم ثورة تشرين. فإحنا هنا السؤال اللي نطرحه بحلقة اليوم اللي أتمنى أسمع آراءكم وأسمع أصواتكم واتصالاتكم، إنه مصطفى الكاظمي شنو اللي قدمه؟ أكو معتقل طلع من السجن؟ أكو تحسن في الطاقة الكهربائية، بالمياه الصالحة للشرب عفواً، بالخدمات، شوارع، المنظومة الصحية العراق، أكو تحسن؟ هذا السؤال اللي احنا دا نطرح اليوم بحلقة صوتكم. محسن من عاصمة الرشيد بغداد، حياك الله يا محسن. ألو يا أستاذ. حبيب قلبي تفضل. ألو. والله هاي فجأة هاي الحكومة ما خدمت، خدمت بس الإيران. نعم. ألو. نعم يا محسن نسمعك تفضل. أستاذ احنا لا مدارس بيها خير، لا مدارس بيها خير، لا شوارع بيها خير. يعني تقول احنا مو شبه بغداد، يعني تقول الو وياك قول كمل. لا مي لا مستشفى زين، يعني اطراف بغداد يقول احنا حافظ لك مثل الو هذا الحال تقول يعني بعرف. محسن اذا امكن تنصيلي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون حتى تكون المكالمه اوضح. استاذ العزيز. نعم. يعني لا مثل تقول لا ما عندنا لا كهرباء عندنا لا يعني كلها زفت، يعني هاي الحكومه انا اقول لك هاي شنو يطب عليهم صبه بالمدينه الخضراء يلا خليك. نعم. اخوي هاي الحكومه ما تسوي لنا احنا صوره حال. انت انا اقول لك شلون؟ كان انت مكان حكومه مو مكان حكومات هاي ما تفيدنا. صحيح استاذي لو؟ شلون السؤال بالله عيد لي اياه؟ اقول لك كان حكومه مو مكان حكومات ما تفيد هذا الشعار، صحيح لو غلط؟ اي حكومه تقصد؟ يعني الحكومه ما كل الصفحه هاي صفحات الحكومه هاي ما تفيدنا، انا اقول لك اذا بدنا واحد يكون يعني مضبوط يجيب لنا. يعني هاي ما سوت يعني للشعب لا أخ محسن يعني أكو شغلة لازم نعرفها.
فيما يخص رسالة قناة الرافدين. احنا اولا ضد الطائفية، فخلينا ما نحكي انه حكومتكم وحكومتنا، الشعب العراقي واحد من زاخو الى الفاو هو واحد. احنا نريد اقول لك العزيز، نعم، احنا نريد نطرد لهذا الاحتلال الايراني. زين، احنا حكومتنا هسه كلها بيد ايران. صحيح، ها بيد ايران ولا مو بيد ايران عزيز؟ نعم صحيح. احنا اخويا يعني هسه ايران طردتها الدول كلها واحنا نركض وراها. هسه احنا نروح للسعوديه، نروح مثلا غير دوله، نروح للدول الخليجيه هاي ولا الدول الخليجيه. اخ محسن، احنا اللي محتاجيه هسه انه رادوا يزرعون الفتنه الطائفيه بين الشعب العراقي. طبعا انا اعتذر من الساده المشاهدين واعتذر من محسن لانه الصوت تصير به تقطعات يبدو من المصدر. شكرا لك اخ محسن ولاتصالك ببرنامج صوتكم. لكن بس يعني تعليق صغير على الاتصال الاخ محسن، احنا ما نحتاج لا السعوديه ولا دول الخليج ولا ايران ولا اي دوله بالعالم، احنا محتاجين عراقي. فالحكومه اللي موجوده هسه او ما تسمي نفسها حكومه، دولة مو عراقيين، والدليل انه كل واحد بيهم متمسك بجنسيته الثانيه، والدليل الاكبر كل واحد بيهم من يبوق وتطلع به قضيه فساد ويجي احد يقول انا راح احاسب فلان جنسيته الثانيه تحميه حال عبد فلاح السوداني اللي باق مليارات الدوله العراقيه، وذاك هو بلندن ودا يسرح ويمرح هو وولده بفلوس الشعب العراقي. حال هواية من السياسيين، حال محافظ البصرة النصراوي اللي انهزم عن طريق إيران. فإحنا ما لنا علاقة أنه منو اللي يجي يحكم، إحنا اللي نريده كله أنه هاي الشلة اللي عندهم جناسي ثانية، هاي الشلة اللي جوي على ظهر الدبابة الأمريكية، هاي الشلة اللي جت تدعم العملية السياسية اللي وقفها أو اللي سواها أو اللي أسسها أو اللي وجدها للوجود هو المحتل الأمريكي وراء المحتل الإيراني، ذولا كلهم يرحون ويجي واحد منا وبينا منين ما كان. المهم هو عراقي، هم وين على هالشعب وعلى هالبلد وعلى العراقيين. فإحنا نحكي بهاي الصورة أخ محسن، ما نفكر أنه حكومة طائفة أو حكومة جهة أو حكومة حزب، ما نريد هذا الشيء. أبو علي من واسط، حياك الله. السلام عليكم. سلام. عليكم السلام ورحمة الله أخوي العزيز. للعراق والعراقيين تحية لجمهوركم. سمعك رب. استاذ اكل، يعني اختلف وياك بكلمة انه يدينا واحد عراقي. هم كلهم عراقيين يحملون الجنسية العراقية من مواليد اب او ام عراقية حسب الدستور، لكن احنا نحتاج ان شخص وطني. يعني ترى فلاح السوداني وغير فلاح السوداني من باقوا وراحوا الدول يحملون جنسيتها، لو قضاء يثبت امور وداعيها وصح الانتربول يجرونه من اذنه يجرونه للقضاء، لكن ماكو احد يداعي بهم. يعني احنا نعم. ابو علي سؤال، لما هو سافر الى 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 بريطانيا او فرنسا او امريكا او اي دوله بالعالم هو يملك جنسيتها وقام يتسبع بجنسيه ذيك الدوله على العراق اللي هو بلد الام من المفترض، الا تعتقد انه هو خان بلده وتسبع بجنسيه وجنسيته الثانيه صارت هي موطنه الاساسي؟ فاحنا من نقول عراقي ابو علي، يعني احنا نقصد انه عراقي الهوى، عراقي النفس، عراقي الجسد، عراقي الجنسية، ما عنده هوى إلى بلد آخر وهو نفس يعني وصف الوطني. بالضبط، هو وطني. يعني احنا نقول هم يعني أستاذ أنت تقول أنه مو عراق، تقول احنا نريدنا واحد، كلهم يشكون عن احنا عراقيين، بس احنا نريدنا واحد وطني. الوطني اللي هو همه الوحيد هو وطنه، بغض النظر هو من أي محافظة أو من أي قومية. صحيح. يعني اليوم الكاظمي هو وليد الكتل السياسية، يعني شو تتوقع من عنده؟ لا تتوقع من عنده باشر قال والله أنا أحل البرلمان وأوقف العمل بالدستور وأشكل لجان دستورية محايدة راح تصحح الدستور وتعدل القوانين. هذا الوطن اللي يسويها، مو اللي طالع من الكتل السياسية. الآن هم سيردون يفاوضون أمريكا، يفاوضونها على شنو؟ يعني شو احنا كشعب على شنو تفاوضون؟ لا هو السؤال اذا اراد يشكل لجان دستوريه مثل ما قلت ابو علي، يشكلها من؟ من نفس الاحزاب ونفس البرلمانيين اللي من 2003 الى اليوم يشتغلون ضمن هذا الدستور اللي صدعوا راسنا به واللي هو كله مفخخات ويعني باعوا البلد عن طريقه، ام يجيب ناس من برا؟ وهو يقدر يجيب من برا لو لا؟ هذا السؤال اللي اريد اسالك اياه. هو استاذ هو لا انا اقول لك، قلت لك انا اشوف لو تتبع كلماتك قلت لك يحل البرلمان
ويوقف العمل بالدستور يخلي شكل لجان دستورية ولجان قانونية تعدل الدستور. فلذلك هو تتحرر من البرلمان تتحرر من سلطتهم يعني إذا كان وطني. أما إذا جاء من رحم الكتل السياسية راح يبقى وياهم كل شيء ما يسوي وحتى انتخابات ما راح يسوي. فلذلك سيدي الكريم ما دام هو جاي من الكتل السياسية وموافقين عليه بعد هو عنده شروط حاتم الجبهة وجاي يشتغل به. احنا اليوم ماكو وطني يحكم البلاد وللاسف هذا يخلي الشعب يصيح انا اريد لي دكتاتوري وطني. اول شيء الدكتاتوري مكرم انت ومكرم المستمعين والمشاهدين يطيح حظ الكتل السياسيه ويفرض امور جديه. بس مع الاسف هو هذا الدكتاتوري يستخدم وجود وطني حتى يشتغلنا للوطن. فلذلك انه حكومتنا وانا قلت يمكن بقناتكم سيد الكريم قلت انه السنه ما عندهم اعتراض ان الشيعه هي تحكم بس يكونوا الوطنيين. والشيعة كذلك ما عندهم اعتراض انه السنة تحكم بس يكونوا وطنيين او عندنا كردي يحكم بس يكون وطني. احنا ما عندنا اعتراض هذا حكي الشعب. لذلك هو يطلع مظاهرات بالنجف يطلع مظاهرات بالموصل بتكريت بدياله بالشمال لان هذا شعب يطلع مو عن كتل. المظاهرات راح تزيد وهم المظاهرات هم بداية بناء العراق الجديد. واحنا كنا امل بهذه التظاهرات هي اللي تخلي هناك يعني ما نقول زلزال لكن صعقه كهربائيه تجي للبرلمان تهزه تطيحنا كل يعني التماثيل الموجوده حاليا. نعم 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 راي قناتكم راي المشاهدين هو اللي هذا لازم يوصل. نعم احنا المنبر الحر هذا والمنابر الحره الباقيه هي لازم تقول الحكي اللي لازم يصير ان شاء الله. وانا حقيقه اشكركم على هذا الفرصه جدا شاكر لاتصالك وشكرا جزيلا لك ابو علي ونحيي بيك هاي الروح وهي هاي روح الشعب العراقي والمواطن العراقي الأساسية والمعدن الأصلي للشعب العراقي. حياك الله مخلد من بغداد. حياك الله أخوي. الله يسلمك أخوي شلونك؟ ويسلمك رب إن شاء الله. ألف الحمد لله. تفضل أخوي أنت على الهواء مباشرة. الله يسلمك أخوي. إن شاء الله إحنا مستمرين بثورتنا اللي خرجنا من أجلها خرجنا من أجل العراق إن شاء الله ونبقى للدوم للعراق احنا. نعم. هذا ثاني شيء احنا هسه المشكله وين عندنا؟ نعم. المشكله مو بالحكومه. المشكله بالشعب. نعم. الشعب نص مقسوم لفلان ونص مقسوم لفلان، يقول لك الشعب ليش ما تعطي فرصه للكاظمي؟ احنا ولد السيد القائد السيد مقتدى. زين انت من تقول لي هيك سيد مقتدى ولد الكاظمي وما ادري من هو زين انت من يصير ليش ما تقول نعم نعم للعراق؟ ليش تقول نعم نعم للسيد القائد؟ من هو احسن العراق لو السيد القائد؟ ان شاء الله احنا مستمرين والكاظمي اعطيناه فرصه وما نجح بيها. يعني الكاظمي راح يصير حاله حال هذا عبد المهدي وان شاء الله دوار كربلاء طومه للاسبوع ان شاء الله على حد والباصر على حد وان شاء الله بغداد بلكين تنفتح الحظر لحد وان شاء الله تبقى مظاهراتنا واقوى. وهالمره اللي مطلوبين للشعب هو مقتدى الصدر مقتدى القاتل مقتدى عودي والشعب الاول هاي اول واحد. والثاني واحد عبد الكريم خلاص اللي كان ينفي دائما ينفي. وثالث واحد هادي العامر اللي قدم استقاله يريد ينهزم. هذول كلكم مطلوبين لنا وان شاء الله ثورتنا مستمره لحد اسقاط النظام كليته. نعم لحد نقول نعم نعم للعراق كليتنا صوت واحد شعب عراقي واحد يقول نعم نعم للعراق. لا يقول نعم للسيد ولا نعم لفلان ولا نعم لفلان. نعم نعم للعراق هذا الصوت الواحد اللي نريده احنا ونبقى نقول نعم للعراق. نعم شكرا 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 لك يا اخ مخلد. يعني هو كثير اسئله احنا نحب نطرحها لكن هو السؤال الاهم انه اصور انه هوايه من الناس جاوبوا على هذا السؤال انه هم هذول فعلا عراقيين. يعني ابو علي يقول هذول هم عراقيين ابوهم وامهم عراقيين وحسب الدستور صعدوا الى البرلمان وصعدوا الى مناصب لكن فعلا هو هذا عراقي؟ يعني المواطن العراقي لما نشوف كائن من يكون من الكتل السياسية كائن من يكون
همام حمودي، احمد المساري، محمد الكربولي، غيداء كمبش، كأن من يكون، ان كان اي تحالف يتبع، صدق يحس بي انه هذا مواطن عراقي؟ صدق يحس انه يدافع عنه بسماته؟ صدق يشعر المواطن العراقي لما يشوف اي واحد من السياسيين يقول انا عندي سد منيع لما واحد يريد يعتدي علي راح يفديني بدمه قبل ما يفدي البلد بدمي؟ صباح من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. ارحب بكم بقناتكم الكريمه. حياك الله اخويا، تفضل. بالنسبة لتشكيلة الحكومة اللي كانت الناس أغلبية العراقيين مقاولين خير عليها، يعني يقولون خير عليها، يقول لك بلكة تتخلصنا يعني من شغلات رئيسية، وهي يعني حاسب الفاسدين، وهاي الأموال العراق اللي سرقت هاي 17 سنة، هاي ملف الفاسدين والأموال المنهوبة أموال العراقيين. إن كانوا يصورون أن الكاظمي مصطفى الكاظمي راح يبدي بهذا الملف الأول، واللي هو يعتبر ملف مهم جدا، إعادة الأموال المسروقة واللي تهربت خارج العراق إلى لبنان وإلى أوروبا وإيران وغيرها والأردن وغير مكانات، يعني في سبيل هاي الأزمة المالية اللي هو حاليا كل العراقيين يعرفون أن الحكومة مصفرة وجاية تداين من كل المكانات، ويعني إجداوة جاي يشحذون، احنا أهل الخيرات وبلد النفط والنهرين وغيرها، العراق حاليا جاي يستجدي، والدليل ان الرواتب المتقاعدين احنا نعرف والموظفين لحد الان لم يتم صرفها، يعني هاي العوائل اللي الموظف اللي عايش على الراتب جاي يعاني لمرين، زين الناس العاطلة على العمل بعد أسوأ حالتهم المادية، والحكومة وقفت عاجزة لصد هاي المرض فيروس كورونا، لا ساعدت الناس، لا قدمت عن طريق وزارة التجارة، يعني وهي هسه جاي نحكي، احنا نحكي بعدة ملفات، يعني فالملف الرئيسي كنا نقول عليه ان يحاسب الفاسدين اللي سرقوا، الشغلة الثانية هذا العفو العام للناس المظلومة والابرياء الموجودين بالسجون، يعني ما علينا بالقتلة والمجرمين وارهاب داعش، خاف يسمعونا ناس اهلنا بالجنوب او غيرها او الاكراد او كل الناس، انهم احنا ندافع نريد عفو عام باستثناء المجرمين والقتل، يعني هاي شغلة المخبر السري والشغلات الكيدية العشائرية وشغلة الضباط التحقيق اللي ما عندهم ضمير، اللي ضغطهم على بحجة أربع إرهاب وغيره، وهاي المداهمات، عندك تشابه الأسماء جهة، تشابه الأسماء، عندك يعني ذاك اليوم ابن يعني امرأة اتصلت بينا تقول أنا الشجار في 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 يعني حفل زفاف انسجنوا اثنين من ولدي ولي اليوم ما دا يطلعون. نعم هو هذا الظلم، يعني احنا من يكون رئيس الهرم، يعني رئيس الوزراء او رئيس القضاة او الوزير او وكيل الوزير، اذا يكون هذا فاسد وعميل الى دولة، واحنا نعرف ما شاء الله كل الحكومات المتعاقبة يا اما عميل الى الولايات المتحدة الامريكية المحتلة او عميل الى جارة السوء ايران، ما تقبل غلط سواء سنة او شيعة سياسيين، فتلقاهم ذيول لو للامريكان لو ذيل للإيرانيين، أما تريد واحد يحب الوطن ويشتغل للوطن في سبيل، إحنا ندافع عنهم، أي سياسي أي قائد كتلة سواء حزب إسلامي غيره، لهاي الأحزاب اللي موجودة حاليا اللي جاي تحكم 17 سنة ما سوت إنجاز إلها في سبيل، يعني نحاجج الناس نقولهم يابا مثلا حزب الدعوة استلم السلطة من 2003 ولحد الآن كرئيس وزراء أو غيره، شنو الإنجازات اللي سووها لأهلنا بالجنوب أو بالعراق، بناء مستشفيات، مدارس نموذجية، يعني دعم الزراعة، دعم الصناعة، كلها تعطيل في سبيل يعني يسلمون الأمور كلها، العملية السياسية والاقتصادية وكل الأمور فرص للدولة العراقية سلمت لإيران. أمريكا والسياسيين قدموا العراق العظيم، قدموه في طبق من ذهب إلى جارة السوء إيران، ولحد الآن الكاظمي لا حد يعول عليه، ما عنده أي إنجاز ولا راح يقدر يشتغل ولا يخلوه يشتغل، بداية أن من شكل الحكومة رجع للمحاصصة الطائفية ورجع للقادة الكتل
ورجع للأحزاب الفاسدة، وهم وضربهم عرض الحائط كل المتظاهرين اللي جاي يقدمون جرحى واللي جاي يقدمون شهداء في الجنوب في بغداد. وإحنا شفنا هاي المظاهرات الأخيرة في النجف، يعني هاي دوامة الإرهاب. الإرهاب من هم الإرهاب الميليشيات الطائفية. نشوف هسه من خلصهم من السنة 4 إرهاب في المناطق المبنية وبالموصل، من تربة من الموصل عن بكرة أبيها، ودمرهم بيجي عن بكرة أبيها والرمادي وغيرها، اتجهم هسه على أبناء جلدتهم في الجنوب في البصرة والناصرية والنجف أهلنا وغيرها، وقام يقمعون ويقتلون بأبناء جلدتهم. إذن هاي العملية السياسية وميليشياتها ما تفيد، ما تخدم العراقيين، ولا مصطفى الكاظمي راح يقدر يشتغل. ما راح يقدر يشتغل، ما يخلون الأحزاب يشتغل، ولا يخلون قادة الكتل، ولا إيران تسمح له أن يشتغل شغل صحيح، يعيد بناء وزارة الزراعة، يعيد بناء وزارة التجارة ويخليها فعالة للمواطن العراقي البسيط، أو وزارة الصناعة يعيد المعامل في سبيل يصير شغل يعيد عاملة للعراقيين. كافي، ملت الناس، ملت الناس، بس دم يطي الشعب العراقي. صدقني ساد، بس دم، ولو طولت عليك، بس دماء يطون الشعب العراقي. يعني أي شيء مستفادين من الحكومة من خيرات البلد ماكو. عد المسؤولين وعد أبنائهم عايشين بأوروبا يدرسون ومتنعمين، أما جنوب العراق ووسط العراق يعاني لمرين، وهاي الجائحة مال كورونا شفنا الحكومة راح تقف عاجزة. والله يشافي الجميع. وصلت أخ صباح، وأعذرني يعني إذا دا أقطع، لكن أرد أخذ المتصلين البقية حتى لا يدركني الوقت. شكرا جزيلا لك أم عبد الله من بغداد، حياك الله. وبركاته. عليكم السلام ورحمة والإكرام. حضرت سيف وإلى قناتكم الشريفة وكل عراقي شريف. حياك الله. أكو شيء بالعراق إذا كل استغل من شماله إلى جنوبه، كل ذي شعبه ذي سنته وشيعته استغلوا في الحكومة كل الشعب العراقي، حتى الموظفين استغلت بوظائفهم وقطعة رواتهم، ترى من زمان مو من زمن كورونا. أستاذ هسه إحنا عندنا بالنسبة للمتقاعدين بينطوره 12 شهر بالسنة، صارت أخذ بعضهم من عندنا 4 أشهر. ليش؟ لأن اعتبروا أنه إعطاء الراتب 40 يوم وليس شهر 30 يوم. هاي أولا. زين، أكو شيء بالعراق ما ضيع من ثروات انضفت ومن كاكات انضفت عند الحشد ومن رجالات الأحزاب، كل هالكاكات النفط موجودة، الشمال يذوب النفط، داعش يذوب النفط، الآثار انباقت وقسم من المسؤولين باعوها إلى إسرائيل هاي الآثار كلها. الكاظمي زين شو راح يحاسب هاي السنة؟ هم اللي جابوه. استاذ شلون راح يحاسبهم؟ ما اعتقد انه اكو حساب لهذا الشيء. يعني هذا احنا عندنا احمد الساعدي صار له 17 سنة بالدائرة بالتقاعد، زين ماشي مع هو وزوجته في عمليه في شركة التأمين، اشتغلوا اموال العراق وكلها شغلوها وانطوا منح للموظفين، مو منحة استاذ، سلف. كل سلفة إذا 25 مليون لازم يدفع 38 مليون، هذا كله للحكومة. الوزارات تنطي إلى الحكومة، يعني لازم تنطيهم نسبة من الأموال إلى الموظفين والموجودين بالحكومة كطول. زين، رجال الدين أستاذ، رجال الدين اللي كانت جامعة البكر اللي سووها جامعة الإمام الصادق، حسب الشامي عرضها للبيع خلف 500 مليون دولار، لأنه هي مالت أبوه. يعني هي أول شيء حقوق الجامعة هي عراقية وعلى أرض عراقية، زين شلون حولتوا هذه الأملاك كلها إلى رجالات الدين ورجالات السياسة وأخذوها وسووا لها طافوا براس الشعب العراقي؟ الأموال اللي أخذها الكربلائي وأولاد السيستاني وهزهم إلى إنجلترا، يعني استاذ، يعني يقول لك رجال الدين اللي كانوا يخرجوهم من جامعة الفقر كلها في سبيل، يقول له إن سلفين على راسك أحسن من صير موظف، زين معناها دلالة على إنه هم جايين مع الاعتذار للشيعة الطيبين والشرفاء اللي طلعوا بالساحة، هم هذول الشرفاء، وأكو مدراء عامين أيضا شرفاء، وأكو رجال سياسة هم شرفاء. الشيعة فيش له في إدارة البلد. طيب. وإسرائيل جابتهم وأمريكا كلها في سبيل حتى إنه تدمر السنة وتقضي طيب. على الشيعة أخرى بالأضافة إلى هذا القنوات أستاذ العفو، القنوات الشيعية اللي موجودة كم قناة كلها على القمر الإسرائيلي،
للاسف اللي عنده اربع نشوار كلهم مخليهم في تعيينات صبح تاخذ مليونين وثلاثه ابراز. طيب. الشعب العراقي الاطفال بالساحه هم الشيعه اللي خرجوا الى الساحه. هو المواطن العراقي يعني ام عبد الله خلينا نترك يعني تصنيف الشعب العراقي ما بين شيعي وسني وكردي وصابئ ويزيدي ومندائي، خلينا نكون نحكي انه الابطال هم العراقيين الموجودين بالساحه. انا اعتذر منك ايضا وشكرا جزيلا لك، بس عندي هوايه اتصالات. شكرا لك. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله ودوم يا استاذي يا محترم طال الله في عمرك. استاذي بالنسبه للبرلمان والحكومه، والحكومه والبرلمان عليها ان يحاسب من حرق المخيمات والمحاصيل الزراعية والبساتين، وكذلك محاسبة من يعذب المعتقل والمحتجزين والمتظاهرين ومن استخدم العنف، عليه أن يبادر بسرعة البرلمان والحكومة إنسانيا إسلاميا وطنيا. نعم. أيضا يا أستاذي مليارات العراق حق شرعي وقانوني لشعب العراق، يجب أن تتبرع الخزينة كذلك للعراقي والعراقية على الأقل ربع مليار أو نصف مليار لبناء الموصل والفلوجة والأنبار وجرف الصخر وحي الزيتون يا أستاذي، وكذلك مكافحة المخدرات وكذلك أيضا البطالة. وآخر الكلام تحياتي لكل البرنامج وللقناة. شكرا 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 لك أخ سعد. من السماوة محمد، حياك الله يا محمد. السلام عليكم أخي العزيز، تحية. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية للرافدين. حبيب قلبي. عزيزي أخي أفل، عندي قصيدة على القضاء الفاسد. نعم. قصيدتي عن القضاء الفاسد، وين عدلك يا القضاء؟ قمت تحكم بالخفاء يا القضاء، عفت حيتان الفساد يا القضاء، وطحت بخيار البلاد يا القضاء، وين حلفك بالكتاب يا القضاء؟ لا تخون ولا تهاب يا القضاء، كأنك انت نسيت كل شيء يا القضاء، وصرت بالمقلوب تمشي يا القضاء، الحرام أصبح حلال يا القضاء، والله صار البلد غابة يا القضاء، قامت تحكم عصابة يا القضاء، وانت متستر عليها يا القضاء، سلمت أمرك بديها يا القضاء، بدل ما تحمي العدالة يا القضاء، تحيزت لأهل الضلالة يا القضاء، كل خطيتنا برقوبتك يا القضاء، انت تتحملها وحدك يا القضاء، باكر التاريخ يشهد يا القضاء، منه الأبيض ومنه الأسود يا القضاء. وشكرا لك يا أخي العزيز أفل. شكرا شكرا لك أخوي العزيز وصح لسانك، مشكور على هاي القصيدة. فاتن من ألمانيا حياك الله. فاتن انقطع الاتصال ويا الأخت فاتن، أتمنى من الأخت فاتن أنه تتصل بينا حتى نسمع رأيها بالموضوع. يعني أم عبد الله نوهت إلى قضية مهمة بما يخص رواتب الموظفين والمتقاعدين. تقول الحكومة قامت تصرف في الراتب كل 40 يوم. إذا السنة 365 يوم تقسمون ل 40 يوم، هي المفروض 30 يوم تصير 12 شهر. إذا تقسموها على 40 يوم 9 أشهر. يعني أكو 3 أشهر طائرة. هم قرنصوا من الشعب العراقي بالرواتب 3 اشهر هاي من البدايه. جوي وراها قاموا يقصون برواتب الموظفين والمتقاعدين مخصصات. وراها تقشف رجعوا يقصون. وهسه توقف الى رواتب المتقاعدين والموظفين والمصارف مدى تصرفها. السؤال اللي ينطرح هنا يا الكاظمي ولا الحلبوسي ولا برهم صالح؟ السؤال لكم انتم الثلاثه، بيكم رجال رجال من ظهر رجال يقدر يقطع راتب برلماني او واحد بكتله سياسيه او وزير او واحد يشتغل بمكتب من مكاتبكم؟ اتمنى تجاوبونا على هالسؤال.
فاتن من ألمانيا رجعت لنا مرة ثانية، حياك الله يا فاتن. ألو. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضلي أختي. أخت فاتن وياي لو انقطع الاتصال وياك مرة ثانية. انقطع الاتصال ويا الأخت فاتن مرة ثانية، أتمنى ترجعي لنا. لكن هذا السؤال المهم، تقدرون تقطعون راتب واحد من البرلمانيين أو من المدراء العامين أو الرئاسات الثلاث أو المراتب العليا أو الدرجات الخاصة؟ لو راح يجاوبوكم مثل ما حكى في يوم من الأيام مطشر السوداني، لمن عفواً مطشر السامرائي لمن كان أكو مقترح لتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث، قال أنا وين أعيش وين أطي وجهي إذا قصوا راتبي؟ يصير حالي حال الشعب العراقي عذراً من كافة أطياف الشعب العراقي، قال يصير حالي حال الشعب العراقي البائس. هاي كلمة مطشر السامرائي موجودة على اليوتيوب وتقدرون تسمعوها. يقدر مصطفى الكاظمي يوقف بوجه الحشد الشعبي؟ لو بوجه أي ميليشيا، إن كانت تتبع قيس الخزعلي، النجباء، سرايا السلام، ما شاء الله عندنا ميليشيات هواية، تقدرون تطبون السجن؟ أنا عندي تقرير أنه المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يقول أنه دوافع طائفية وسياسية تقف وراء عمليات قتل وتعذيب المعتقلين بالسجون الحكومية. ومدير المركز عمر الفرحان وضح أنه السجون، هاي الجملة على تحت ألف خط، محرمة على السياسيين ولا يستطيعون دخولها، كونها أصبحت مصدر دخل للأحزاب السياسية وميليشياتها المسلحة، وأنه الانتهاكات المستمرة داخل السجون ما زالت مستمرة إلى هاي اللحظة ولا يوجد تحقيق بملف حقوق الإنسان، وأن السجون العراقية تصنف من بين السجون الأسوأ عالميا نتيجة الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين. وأوضح المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أنه رصدوا حالة تسمم جماعي بسجن الناصرية تم التستر عليها من قبل الجهات المعنية. يقدر سياسي واحد يطب السجن؟ وزير العدل يقدر يطب السجن أو وزارته إلا من دون موافقة؟ يقدر يطلع لنا وزير العدل العراقي ويبين لنا حال المعتقلات العراقية؟ ويقدر يطلع لنا وزير العدل العراقي ويقول المختطفين من سيطرة الرزازة وينهم؟ يقدر يطلع لنا وزير واحد أو برلماني واحد أو سياسي من أي كتلة وبين لنا شنو حال الشعب العراقي والمعتقلين بالسجون، وشنو الخطط العراقية للمستقبل، شنو خطط العراق المستقبلية لموارد المياه، شنو الخطط العراقية لإنجاح الزراعة وإعادة إحياء الفلاحة بالعراق وإعادة إحياء المساحة الخضراء في العراق اللي أصبحت جرداء، شنو الخطط العراقية المستقبلية لإعادة إحياء الصناعة العراقية، شنو الخطط العراقية لإعادة تشغيل الشعب العراقي وإعادة توظيف العاطلين عن العمل؟ يقدر يطلع لنا سياسي لو لا؟ أبو نزار من كربلاء حياك الله. حبيب قلبي. حبيبي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. سلام. الله يسلمك حبيبي قلبي. ما هذا الموضوع؟ أنا ما قاعد على التلفزيون، ما هذا الموضوع شنو؟ حبيب قلبي أبو نزار، الموضوع كله وما يخص الفساد بالعراق. الموضوع كله شنو اللي قدمه مصطفى الكاظمي خلال شهر هو رئيس وزراء؟ الموضوع هو أكو شيء صار يفيد الشعب العراقي؟ سمعنا أنه الخدمات الاجتماعية أو الخدمات تحسنت، المي، الكهرباء، الفساد قل، القضاء قام يحكم بعدل، السجون العراقية المعتقلين شنو حالهم، المختطفين وين، المغيبين وين، هذا الموضوع كله. تفضل أخوي. احنا من طلعنا مظاهرات وضحينا بشهداء وضحينا بجرحى، ما تقول لي احنا ما نعرف
مصطفى الكاظم يتابع للسياسيين وهو كان بالحكومة وهو كان رئيس المخابرات. احنا ما ردنا لا مصطفى الكاظمي ولا هاي الشلة الفاسدة. هاي شلة فاسدة حرامية إيرانية نزلة ما حد رايدها. الله ومحمد وعلي ما حد يريدها أبوي. احنا لا نريد مصطفى الكاظمي ولا غير مصطفى الكاظمي. ورا مصطفى الكاظم خلص هاي الامراض وشوف مصطفى الكاظم شنو راح يصير. انا اوعدك الشعب العراقي لا ساكيت وقتل الجوع الشعب العراقي. زين هسه انا بدي اسال سؤال مصطفى الكاظم او الغيره بس ما يسالون سؤال. والله ما يسالون سؤال لانهم ناس فسده ناس حراميه. يعني هسه من هذا صارت الثلاث اشهر اربع اشهر دخلت الناس للبيوت شنطوا سئلوا على مقروض سئلوا على مسكين شافوا البطاقه التومينيه. عمي قبل كانت البطاقه التومينيه قبل 2003 الله يشهد. انا اشرد من الوكيل انه دز عليه كسه محملين بيوتنا تحمل. هسه البطاقه التومينيه وين ودوها؟ البطاقه التومينيه وين راحت؟ وين راحت البطاقه التومينيه؟ هاي حراميه، هاي سرسريه. وين راحت البطاقه التومينيه؟ وين ضمائر؟ ما عندهم ضمائر ذولا، ذولا شله عصابة ذولا اصلا الشعب العراقي ما محترف بيهم ولا رايتهم حبيبي. نعم. عمي الشعب العراقي الشعب العراقي قايم، الشعب العراقي عنده ثوره، الشعب العراقي يريد يبدلهم كلهم، لا مصطفى الكاظم ولا غير مصطفى الكاظم، هاي كلها كلاوات وترتيب. كلها كلاوات هاي، حكومه ايرانيه نعلت الله عليهم وعلى حتى ايران وياهم. نعم. حبيب قلبي. حبيبي. حبيبي حبيبي، مشكور لك. يا أبو نزار من محافظة كربلاء وأشكر اتصالك بالبرنامج. يعني القضية المهمة بالعراق اليوم هي فساد الحكومة. أبو نزار همينة بيّن للشعب العراقي وبيّن للبرنامج شيء قد يكون إلى أذهاننا قد ناسينا، البطاقة التموينية. البطاقة التموينية اللي هي حق من حقوق الشعب العراقي، المفروض الحكومة العراقية توفره. قلصتوا من مواده، قلصتوا من حصة الفرد العراقي من البطاقة التموينية، ومع ذلك ماذا يستلمون شيء من الحصة التموينية. زين صار لكم 17 سنة، فلوس العراق وين تودوها؟ وين تصرفوها؟ وين تحطوها؟ شو لا شفنا شارع الرصف، لا شفنا مول بنى يعني بفلوس الحكومة، لا شفنا مستشفى، لا شفنا مدرسة، لا شفنا برج، لا شفنا برج اتصالات، لا شفنا جسر، لا شفنا إصلاح لجسر، لا شفنا إصلاح لشارع، لا شفنا إصلاح لمنظومة المجاري اللي هي من السبعينات لليوم ومتهالكة وبس تمطر الدنيا تغرق. ما شفنا شيء، لا شفنا إصلاح لمجاري الأنهار، لا شفنا إصلاح للملوحة، ما شفنا هذا الشيء. العدل الفلوس وين تودوها؟ من الموصل عند اتصال منه؟ فارس، حياك الله يا فارس. على راسك وين عزيزي. هلا بيك، تفضل. بالنسبة للسواق المغيبين. نعم. من 2015 ولحد الآن ماكو أي خبر عنهم. نعم. أي. نعم أخويا، تفضل. سواق من 2015 مفقودين على طريق كربلاء او سيطرة الوز. ولحد الان ماكو اي خبر عنهم. شنو مصيرهم؟ بس اللي نعرف شنو مصيرهم؟ هل هم مقتولين؟ هل هم طيبين؟ شو دعيان انه تقول سجون سرية؟ سجون سرية جوا الداعي. زين؟ نعم. علما انه السيارات اللي سووها ويا السواق طلعت. زين؟ سيارات طلعت وهم ما طلعوا. وتسال ابو شو اسمه مركز الاسكندريه يقول لك خذ سيارتك واطلع لا تسال على السواق. شنو مصيرهم؟ نعم نعم نعم. اذا الاخ فارس يسال عن مصير المعتقلين في إحدى السيطرات ويقول مصيرهم وين والسيارات علما أنه طلعت.
ولكن المعتقلين والمغيبين إلى اليوم ما يعرفون أهاليهم عنهم أي شيء، فيريد يسأل عن مصير هؤلاء. شكرا جزيلا لك أخ فارس. برنامج الواتساب رسالة، السلام عليكم. الحمد لله والإكرام، رسالة خاصة لحضراتكم وتحياتي للقناة، وناشدكم باسم الحي القيوم بأن يطلقوا السجناء المظلومين نداء لحكومة الخضراء كافي بعد الظلم. ثانيا، احنا شريحة من الموظفين والمتقاعدين، نطلب منك أستاذ أفل أن تناشد المصارف والجمعيات الأهلية بإيقاف الاستقطاعات منا، والله الفوائد كسرت ظهورنا يا أستاذ. تحياتي محمد الشمري، حياك الله. السلام عليكم، سوف لن ينفذوا وعد أو عهد، ذلك أنهم ليسوا برجال سلطة، إنما عصابة همها السرقة وتدمير العراق، لكنهم نسوا أن هذا العراق وعمره 10,000 سنة ومثلهم كثر مر في هذا البلد، وانتهوا إلى مزبلة الشعب وليس إلى التاريخ، فقد يرأف بهم التاريخ، وأوعدك أن الشعب سيسحقهم بأحذية شبابه الكريم. أبو محمد العراقي من بغداد، حياك الله أخوي. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وإلى الجميع. أستاذ، الاحتلال الأمريكي الإيراني الإسرائيلي وعوانهم جرذان الخضراء والإنجليز مقررين تدمير العراق لمآرب أخرى على شكل صفحات، تنتهي صفحة تبدي صفحة أخرى. هؤلاء الأقزام الاحتلال تحركهم أيادي من خارج العراق، كل ما يدور يخدم الاحتلال وأعوانه وعملاءه، والأمل الوحيد للعراق وشعبه هو ثورة تشرين المباركة، وعلى الشعب العراقي أن يغتنم هذه الفرصة ويخلص العراق وشعبه الأبي من هذه المحنة. والسلام عليكم ورحمة الله. رسالة أخرى، السلام عليكم. راس الفيديو يقول أتمنى تبثوه، بالنسبة إلى أي فيديو تردون تبثوه على شاشة الرافدين بالشريط الأزرق أكو رقم هاتف، أنت ترى نافذة، أنت ترى أرسل إلى هذه النافذة وراح ينبث إن شاء الله. مساء الخير على كل كادر الرافدين. أستاذ أفل، هسه الحكومة ما تشوف اللي شايلين سيوف يقتلون المتظاهرين، مو المتظاهرين سلميين، حسبي الله ونعم الوكيل، كل وراء هذول اللي حرقون الخيم. وشكرا فاتن من ألمانيا. رسالة أخرى، السلام عليكم. كلها تريد واسطات دخول بغداد على أساس حظر تجوال، شلون حظر أمتنا جوع، والله نريد يدارونا أو يشوفوننا شارة. شكرا جزيلا لكم. رسالة أخرى، السلام عليكم، نناشد الكاظمي وجميع السياسيين بالعفو العام وتبييض السجون، لأن السجناء مظلومين، لا تدمروا حياتهم، أنتم تعرفون الظرف اللي حكموا به بالباطل تحت التهديد وانتزاع الاعترافات، وأكثر المتهمين يبصموهم على إفادة وهم مغطين عيونهم وما يعرفون على أي شيء يبصمون. نرجو من قناتكم إيصال معاناة المعتقلين وإنقاذهم من الظلم اللي يواجهونه داخل السجون. السلام عليكم أستاذ أفل، هو من يعرف الكاظمي ومن رشحه؟ الشعب لا يعرفه، وهو إجا عن طريق المراجع والأحزاب والميليشيات وإيران، فما يستطيع يغير أي شيء وفعل أي شيء. مع تحياتي أبو عمار من السويد. هذه كانت فحوى رسائل الواتساب. أيضا أشكر السادة المتصلين اللي اتصلوا ببرنامج صوتكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. إلى موعد اللقاء، في أمان الله.